يمكن اقل اللي هم من اللعيبه الصغار، ممكن هذول اللي حيستفيدوا اكثر. لكن اللعيبه دول، شوف انت اللاعب لما يوصل عمره متاخر صعب جدا انه حيروح يحترف. يعني محمد صلاح راح من سن مبكر ولعب في انديه درجه ثانيه في سويسرا، ولعب في نيوشاتل، ولعب لين ما وصل للفريق ليفربول. اعتزال فهد الهريفي امتى؟ اعتزال فهد الهريفي يوم 9 ماي. تسعة؟ صدق فهد انا زعلان منك زعل، عارف لما، لان فهد صاحبي جدا، كنا مع بعض بنطلع في الكويت بنحلل ماتشاته، ومعروف عنه ان هو يعني بيشجع نادي النصر بطريقه، والهلال بيحبوش خالص، بس صح بيقعدوا يهاجموه دايما. شوف فهد موسيقار الكره السعوديه، فهد من النوع الصريح، صريح جدا، وراجل يقول الكلمه يعني نفس انت، يعني ممكن يقول الكلمه حتى تخاصم. يعني انا اقول لك شيء، فتره يعني حتى نادي النصر زعلوا منه، اداره نادي النصر. ما انا برضه كده انا فاكر كان بيطلع معاه في التلفزيون صريح جدا، بيقول حاجات فيها نوع من اثاره الجدل. نعم. وتلاقي مشجعي الهلال ضده. شوف فهد من اعظم وافضل اللاعبين اللي جم في الفتره الاخيره في الكره السعوديه في الوسط، يعني لاعب بصراحه يعني ما تقدر تقول عليه اي حاجه، يعني موسيقار. بس عايز اقول حاجه والله، انا عايز اشكر المستشار تركي الشيخ. هقول لك ليه، لانه جه كرم النجوم، يعني فؤاد انور ده واحد ما عملش ماتش اعتزال، واحد من نجوم الكره السعوديه، واحد من نجوم كاس العالم، بطل كوره كده ولا حد ولا عمل ماتش وبتاع. دلوقتي سامي الجابر جه رئيس نادي الهلال تكريما له ومشواره مع المنتخب السعودي. النهارده فهد الهريفي، بقى له معتزل 10 سنين او اكتر، سنين سنين واكتر، بيجي يعمل ماتش اعتزال، وزي فؤاد انور بقى له بتاع اكتر من 20 سنه معتزل. يعني بيتم تكريم عشان الرمز ده، لازم الناس تكرمه. احنا عندنا هنا مثلا، عايز اقول لك عندنا هنا بس حسام حسن لسه ما عملش ماتش اعتزاله، ابراهيم حسن ما عملش ماتش اعتزاله، ابو تريكه ما عملش ماتش اعتزاله، محمد بركات ما عملش ماتش اعتزاله، عندك يعني حازم امام اعتقد يا جماعه ما عملش ماتش اعتزاله، في لعيبه نجوم. هذه المفترض انه النجوم دي يكون ليها تكريم خاص. يعني حتى يا اخي يعني زيدان ما عملش ماتش اعتزاله، يعني المفترض يكون انه ليها يعني اعتزالات خاصه، لانه من دول تاريخ في النهايه. يعني سعيد اوران هيعمل قريب؟ سعيد ايوه اعتقد انه المستشار هيعمل له الاعتزال، وانا يعني والله قبل البرنامج انا اتمنى من المستشار تركي آل الشيخ، في لاعب من افضل ومن قدمه في الكره السعوديه، خالد مسعد. ياه هو خالد ده الاشول الاسمر. نعم هذا من ترى تاريخ. فين خالد؟ خالد موجود الان بس ما بيظهرش. لا 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 بيظهر خفيف، هو ترى يعني شويه مبتعد شويه. يوسف التنيان عمل يوسف التنيان عمل يوسف التنيان طبعا ما شاء الله ده اسطوره ده، او سامي برضه عمل يوسف التنيان ده انا بعتبره زي مثلا حماد عبد اللطيف الحاوي كده بتاع ما شاء الله. لكن برضه خالد مسعد من افضل صناع اللعب في تاريخ الكره السعوديه. لا لا ده لعيب اصلا، انا لعبت ضده. خالد لعبنا مع بعض نهائي البطوله العربيه السوريه اللي حسام حسن جاب. وكان سعيد عوران هو اللي جاب الجول. فخالد بصراحه يعني انا اتمنى فعلا انه يكون لي يعني مهرجان اعتزال، لانه يستاهل. في لعيبه كثير بصراحه. صحيح. يمكن زي ما قلت يعني المستشار تركي آل الشيخ يعني كرم فؤاد انور، لانه من اللعيبه اللي ما اخذوا حقهم. فؤاد انور مشكلته انه ما لعب لا في الهلال ولا في النصر، ولا كانش عنده شعبيه جماهيريه. يعني هو من افضل اللاعبين حتى في كاس العالم، كان لاعب مؤثر جدا في المغرب. وكان لاعب مؤثر جدا بصراحه. لكن في النهايه يعني انك يصير لك تكريم افضل ما. انت عارف ان مستشار تركي يا شيخ هو اللي عمل ماتش اياكس؟ اي نعم صح، حسام غالي. حسام غالي هو احد اهم الاسباب انه جاب فرقه اياكس. ايه يعني هذا برضه تحسب، يعني انت يعني انك بتجيب. وانا اعتقد انه كمان لو كان في جمهور هنا في مصر وكان البيئه جيده، ممكن يعني حيجيب لك يعني انديه كبيره ممكن يعني تحضر. كان في كلام ان الاهلي يلعب مع فالنسيا بس ما كانش في وقت. مفيش وقت. انا اعتقد شوف يعني هو شوف يمكن حتى المنتخب السعودي المستشار تركي آل الشيخ يعني بصراحه الرجل يعني بيعمل عمل ايجابي جدا. ممكن يعني الان حتلقى ناس تختلف او تتفق، لكن يعني صدقني للمستقبل انت تحتاج الان تغيير في الرياضه السعوديه. الفتره الماضيه كانت تعتمد على اشخاص، يعني في ناس مثل الامير خالد بن عبد الله، رجل كان داعم في النادي الاهلي لكن الان ابتعد. لذلك الان يعني في نادي الهلال كانوا فيه اعضاء شرف داعمين، والان النادي مشاكل، نادي النصر كان يعني كان الامير